مع انه سيادة الرئيس اتكلم عن الشائعات لما قال ان في 21 الف شائعة في 3 شهور وبمعدل ما اعرفش كان في كام شائعة في اليوم، لما بدأنا كإعلام نتكلم في الموضوع بدأت الناس تدرك انه لا ده في حاجة، ده فعلا مش كل الكلام اللي بيتقال، لكن ما زال حتى الآن استاذ وليد ان في ناس بتصدق وبتشير وبتعمل اخبار صحفية نقلا عن مصادر ليست مصادر إخبارية، وده اللي سيادة الرئيس اشار اليه النهارده في مسألة الكبيرة اللي حصلت بتاعت وزير النقل. وزير النقل دي سيادة الرئيس اشار اليه، دي كارثه يعني تكشف الاعلام المصري. وانا اسف وانا واحد من الصحفيين المصريين، بس للاسف هذا يرفع الغطاء عن الاعلام المصري بجساره. يعني وطبعا مش كله يعني مش طبعا انا مش طبعا ما اقصدش التعميم وهذا مفهوم من كلامي، لكن في نفس الوقت انت هناك، انت ما زلت اذا كنت انت الاعلام هو الذي الذي يقود الراي العام المصري، فهذا الاعلام هناك خلل فيه يجب ان يعالجه. لكن خلينا ارجع لكلامي، احنا قلنا سياسه وضع سياسي استعدناه، وضع اقتصادي استعدناه، مشاريع تنميه رهيبه، يعني حمله 100 مليون فيروس سي كان من المشاكل المتوطنه. يعني في امراض في اوروبا، في دكاتره في اوروبا بيتكلموا عن ان مصر دي لما يحب يدرس فيروس سي فيها بيجي هنا، لما بيدرس البلهارسيا كان بيجي هنا. مجامله يعني فيروس سي بالذات تجربه نجاح كبيره جدا. هناك مشاريع يا استاذه، مشاريع فعلا على الارض تحققت نجاحات. يكفي بس يا استاذ وليد انه علاج فيروس سي بتاعنا احنا شوف تكلفته قد ايه، وشوف تكلفته في اوروبا قد ايه. لا شوفي حضرتك تكلفه تحليل فيروس سي، يعني عشان حضرتك تروحي تحللي فيروس سي ده، لو حضرتك رحتي في معمل انت عشان تحللي فيتامين دي بتدفعي فلوس كتيره، لكن عشان تحللي فيتامين هذا تحقق للمواطن. تكفل وكرامه تحقق للمواطن. المواطن اللي ما كانش بياخد حاجه، ناس تقول لك اصل ده بياخد مبلغ قليل، طب هو ما كانش فيه خالص. التنميه والطرق، يقول لك اصل طرق وعملنا عاصمه، حتى سياده الرئيس النهارده اتكلم على مساله، يقول لك العاصمه الجديده، طب هو ماله العاصمه الجديده؟ طب هو لما تعمل اسيوط اسماعيليه جديده وهتعمل عاصمه جديده وعامل بنيه تحتيه وماشي بالتوازي كمان مع المشروعات الاخرى اللي بتهم شرائح المواطنين. انت تعيد يعني بتعمل عاصمه جديده، ايه المشكله في عاصمه جديده؟ بالعكس ده انت عندك ناس بتشتغل، عندك خامات فرص عمل. بتحط، عندك فرص عمل، عندك بنيه تحتيه اضافيه. فانا يعني السؤال اسال اللي بيقول على اسماعيليه الجديده، اصله ده عمل اسماعيليه، طب ما الضرر في ان نعمل اسماعيليه؟ المشكله انك انت عندك دلوقتي، وعايز اكلمك في المحور الاجتماعي، ان هناك محور رافض، يعني هناك محور بيشكك في الانجازات بدعوى ان ده كلام شعارات زي ما احنا قلنا، وهذا ليس شعارات. وهناك القضيه اللي انا حتى مش عارفها حتى الان، او مش عارف اوصل لسببها، ان هناك من يصدق في الاجيال الجديده. عشان كده الرئيس النهارده قال الاسره، يا جماعه قول لبنتك علمه لك، وقول لبنت قول ابنك ايه اللي بيحصل. احنا عندنا اذا كان عندنا قصور في بعض جهات الاعلام، فاحنا عندنا قصور في الاسره. ما تقدريش تقولي لي اصلي انا بنتي بتقول كذا او ابني بيقول كذا. هناك اجيال جديده طالعه لا تعرف ما الذي حدث، بس كمان في الاجيال وفي الاجيال القديمه استاذ وليد، يعني في ناس زي ما حضرتك قلت في الرافض للانجازات او التطور او التنميه اللي بتحصل، لانه هو مش عاوز البلد تقوم، بس في ناس رافضه لانها بترفض التغيير. شوف، بترفض اي شيء، هم عاوزين يفضلوا زي ما هم غير مقتنعين غير انه يبقى قدامه او يجيله مبلغ مالي في ايده كل شهر. تعود المصريين من تاريخهم القديم على ان يكونوا ان يكون هناك راي عام ضد السلطه، لان السلطه لم تكن قريبه من الوطن المصري. النهارده السلطه قريبه من المواطن. السلطه رئيس الجمهوريه بيتكلم عن العيش، يعني بيقف في خطبته وبيقول لهم اصل الرغيف. رئيس الجمهوريه بيقف في مع كبار رجال الدوله بيتكلموا عن الحقنه، بيتكلموا عن فيروس سي وعن التحليل. السلطه نزلت للشارع، يجب ان يمشي الشارع السلطه. اصل ما فيش دوله هتبني نفسها يا ملوك بنفسها لوحدها. يعني اذا كنا لما حصلت حادثه القطر قال لك اصل ما فيش قانون، طب يا صديقي العزيز ما هو الراجل بتاع القطر هو ما هتعدمه النهارده، بس الحادثه حصلت. يعني اذا القضاء اصدر حكمه على هذا بالادانه والاعدام، فانت واحد خد جزاءه، هذا صحيح، لكن تمت الحادثه. مين اللي خلي الراجل بتاع القطر ده يشرب مخدرات ويقود من يتركه في مكانه وهو طيب مدمن؟ تمام، انزلنا عليه حكم القضاء القاسي. طب ما هو موت 20، اذا المعنى ايه؟ وفي غيره قبل ما يبدا القانون تيجي دور الاسره.
تيجي دور المجتمع. المجتمع مش القانون بس اللي بيبني دولة، المجتمع بيبني وجهات نظر في أشخاصه. أنا بتحمل مسؤولية ليه؟ لأني أنا شايف أني أعمل من أجل بلدي. أنا بركب الأتوبيس وما أضربش الكرسي ليه وأخرمه، لأن أنا شايف الأتوبيس ده بتاعي. مثل هذه الأمور أو مثل هذه العوامل أو مثل هذه الأخلاقيات لم يعتد عليها المصريين لفترة طويلة، هذا ميراث زمني. لكن أنا الآن أن يتغير هذا الشارع بتاعي. فرنسا مرة رميت ورقة في الأرض، ما فيش عسكري، ما فيش ضابط، الناس هي اللي تنزل تتخانق معايا. الناس بصت لي وتصورت انا بعد ما خدت الورقه وديتها ان الناس لسه بتبص لي. هذا هو الضبط الاجتماعي. نحن في حاجه الى ضبط اجتماعي.